انيسه معقول الفرقه الموسيقيه بوجهنا قاعدين حضرتك ما عم تغني؟ طب ما انت عارف انا ما بدي اغني لشو جبتونا. نحن مبسوطين عم نستمتع. ليك القصه هي ابسط من هيك، كل المشاهدين بيعرفوا، اكيد في ناس بتسالوا طب معقوله جايبين انيسا بكره بيقولوا انه ما بتعطيها فرصه لانيسا ضيفتك تغني؟ في عقود ما بدنا نحكي عن المؤسسه اللبنانيه لارسال، لانه هي عندها استراتيجيه داخليه اذا بدك هي بتتحكم فيها ونحن بنحترم هالشيء. مشان هيك بلشت لتكمل. كيف الفنان بيقبل بانه يطل بشكل محتكر، يعني يكون حكر على مؤسسه دون اخرى، ولا اقصد اي مؤسسه، بالوقت اللي يعني معقوله انا بس بدي اشوف اليسا على شاشه وحده؟ عم بتشوف انا معك عن يوتيوب. لا انا عم بحكي كغني اليسا. عم بتشوف الكليباتي وعم غني، غنيت لك قبل شوي، يعني كل حقوقك عم بعطيك اياها اذا بدك. لبدلين مطر. لا فعلا عم بحكي كاليسا، يعني انت كيف تلاقي الموضوع؟ كيف الفنان بيقبل انه يصير حكر؟ يعني انا بنت واعيه وبس امضي عقد مع مؤسسه يعني بكامل قواي مثل ما بيقول العقليه، ف انا راضيه يعني ما بقدر اقول لك غير شيء. حلو. كيف مرة بتقبل انه رجال يحتكرها بالزواج او رجال بيقبل انه مرته تحتكره؟ زاد شيء زاد شيء الحياه كلها الفنان الحياه كلها عقود. الفنان او الفنانه بيطلوا على كل الناس، المراه بتطل بس على زوجها. عم طل انا مش من عيني ابدا نظريا ولا تلفزيون نظريا، بس عمليا بتطل. عمليا كارثه يعني، هلا في عالم في بشر بجرسونا يعني. شو اليسا جاوبت بس هلا شو بدي اقول لك مشان انه طيب شو بدك تسمعيني انت وقاعده هيك؟ سمعك هيك شيء غنية من ألبوم بس ما بيرفعوا لك دعوة؟ لا هن أكبر من إنه يعملوا هيك، شو عم تحكي يعني، ولا ما كنت معهم أنا. أوكي. بستعمل هيدا. إيه تفضلي. كل يوم في عمري بيعدي وانت معايا، فيك بحس اني بيزيد احساس جوايا. كل يوم في عمري بيعدي وانت معايا، فيك بحس اني بيزيد احساس جوايا. ولقى غصب عني بشتاق لعنيك، أجمل الليالي أنا لما تشوفك عيني. كل شيء في بالي بنسى أول ما تجيني، ده أنت عندي غالي وبفكر فيك